تعالوا نروح على قضية سد النهضة. والرئيس الحقيقة أكد تفهم مصر لقضية التنمية في إثيوبيا. وبالمناسبة برضو الرئيس مش أول مرة يؤكد تفهم مصر لمسألة التنمية في إثيوبيا، بل إن الرئيس ممكن يكون اتكلم فيها فوق 30 مرة. خلاص؟ طيب. لكن كمان الرئيس شدد إن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه لدينا من آلاف السنين، وأكد الرئيس إن مصر خاضت مفاوضات 10 سنين عشان توصل لاتفاق ملزم قانوني عادل بشأن إيه؟ مش لعدم بناء السد إطلاقا، مصر ما قالتش كده ولا مرة، لكن بشأن ملء السد. طيب حسب أنهي قانون؟ حسب القوانين الدولية. طب هل طلبنا طلب استثنائي؟ لم نطلب طلبا استثنائيا واحدا. علشان العالم كله تاني يسمع، استأذنك اسمع الرئيس قال ايه. تحدثت ايضا على القضية، قضية سد النهضة، وانا بسجل لفخامة الرئيس ان احنا كنا دايما بنتعامل في هذه القضية بمبادئ الحوار والتفاهم والتفاوض، ويمكن بقالنا 10 سنوات مع أشقائنا في السودان والصومال بنتكلم وبنتفاوض من أجل إيجاد، إحنا بنتكلم على اتفاقية قانونية ملزمة بشأن ملء وتشغيل السد طبقا للأعراف والقوانين الدولية، وليست يعني ملناش فيها مطالب خاصة. متفاهمين التنمية لأشقائنا في السودان وفي أثيوبيا عفوا، ولكن بنقول ان احنا المية بالنسبة لنا لان هي ده المصدر الوحيد اللي على الاف السنين، على مدار الاف السنين كان هو المصدر الوحيد للمية في مصر. يمكن كتير من اشقائنا هنا حتى في انجولا ما يعرفوش ان هو ان مصر اكتر من 90% منها ارض صحراوية، وهو فقط المية الجزء المحاذي لضفتي نهر النيل هي دي فقط الجزء اللي هو يعني بينزرع وبيتم استثماره والاستفادة منه.